والدراما، وأكيد الدراما هي مرآة حقيقية عن الواقع، تحمل مسؤوليتها على عاتقها أيضا وبتحملها للكاتب. واستطاعت الدراما السورية أنه تترك بصمة بعقول العرب من المحيط للخليج، لتكون مميزة وإلى نكهتها المنفردة عن باقي ما يقدم اليوم وحتى الأمس في السباق الرمضاني الكبير. ومن وجهة نظر كاتبنا أن مهمة الدراما في هذا الوقت هي إرسال رسائل إيجابية للمشاهد السوري وإعطائه بعض الأمل بالغد، إلى جانب مواجهة بعض الأفكار الخاطئة والدخيلة على مجتمعنا العربي. أكيد عم نحكي عن الكاتب والسيناريست جورج عربجي. بدي أقول لك يسعد صباحك جورج، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير، يسعد صباحكم. يسعد صباحك ورمضان كريم. رمضان كريم، يسعد صباحك. شكرا. جورج، النص الدرامي الأول لك كان مسلسل امرأة من رماد، حملت أفكار كتير، حاولت تعبر عن عدة مواضيع. خلينا نحكي عن هذا النص وشو الأفكار اللي كنت حابب تعبر عنها بهذا الموضوع. عن امرأة من رماد. امرأة من رماد كان عبارة عن رسالة تقريبا جامعة، ما أنا كتير متفرقة من حيث المحاور. كانت تمثل هالامرأة هي سوريا، فلسفيا كنت مثلها أن هذه الامرأة هي تمثل سوريا بجروحها، بعظمتها، بقوتها. هي كانت رسالتي بالنسبة لامرأة من رماد، طبعا بالإضافة لعدة محاور أقل أهمية بتتضمن كانت عمل امرأة من رماد. نعم جورج، رح نحكي عن كثير تفاصيل، لكن قبل بدي اسألك يمكن سؤال بيخطر على ذهن كل مشاهد، انه قد ايه هو العمل الدرامي او كان مسلسل، قد ايه هو فعلا كثير ملازم يكون متكامل، سواء من الكاتب سواء من المخرج. يعني نجدت اسماعيل منزوري اللي هو فعلا مخرج كثير كبير ومهم، له بصمة مميزة، بتشوف انه هو فعلا بيضيف للعمل، قادر انه ياخده من نص ان كان جيد، شيء عمل ممتاز او نص سيء يعمله عمل جيد، او كيف بتشوف؟ بالطبع ما في عمل متكامل يلامس الكمال الا ما يكون مجتمع فيه عده عناصر نجاح، احدهم النص، مو كل شيء النص. النص هو اللبنه الاساسيه لاي عمل، ولكن الاخراج ممكن يرفع من قيمه العمل وامكانه يهبط من قيمه العمل، مو بس الاخراج، حتى الاداء، الممثل في يرفع من قيمة العمل وفي يهبط من قيمة النص أو الأفكار أو الرسائل اللي كان ممكن تكون أوضح. فأي عمل إذا كان ناجح فهو نجاح للكل وبسبب الجميع، وإذا فشل فيا أحد العناصر ما كان قد إنه يخوض هيك عمل، أو الجميع بيجتمعوا بفشله. أكيد. طيب خلينا نحكي شوي عن روزانا، هو العمل اللي يمكن شوي أخذ طعمه من روحك مثل ما بيقولوا. تماما. بهذه السنة شو حبيت تحكي فيه، وهو خلينا نقول كمان عم يحكي عن شيء كتير قريب من واقعنا الحالي. روزانا تماما، أنا ما ذكرت أنه هو قطعة من روحي، بالفعل هو قطعة من روحي. روزانا بيعنيني بشكل إنساني كتير كبير. هون روزانا فيني أكد لك أنه هو بيحمل عدة رسائل تقريبا متقسمين بالتساوي بحسب الأهمية. هو أولا وأخيرا تحية لأهل حلب، أهل حلب، أهل الكرم، أهل العز. حلب كان لها النصيب الأكبر باللي صار بسوريا. فيوم اللي بتجوري على ابن العز والكرم بتشوفي شيء مشابه لروزانا، بتشوفي ابن العز أبا عن جد، إذا جار عليه الزمن أو حرب أو أي شيء وانقلب معه الدولاب، صار وضعه كتير سيء، بتشوفي كيف بيتفاعل مع هالشيء اللي انفرض عليه، كيف يضل محافظ على كرامته. هلأ هي من ناحية شخصية وفاء، إذا بدنا نحكي عن الشخصية الأساسية بالعمل اللي بيلعبها الأستاذ بسام كوسا. في عدة رسائل كمان بالنص، كمان بتحمل في شيء اجتماعي بحت، موضوع المطلقات، في شيء اجتماعي بحت، موضوع حب الأم لابنها الوحيد، حب التملك، في شيء له سبب لمعالجته، معالجته مو بس ك ك ك كنحن كسوريين كيف عشنا وكيف لازم نعمل، شيء إنساني حبيت أنا أديه بروزانا، محاولة لإرسال رسائل وبعض الحلول يلي هي واجب الدراما وواجب أي كاتب درامي. عم يحكي عن دراما معاصرة،
نحن عشناها دراما المعاصرة، صرنا سنين عايشين بظروف مختلفة عن ما قبل الأزمة. فهذا واجب اتجاه أي حدا بيشتغل بالدراما، سواء على صعيد النص أو الإخراج أو أي ناس بهمهم أنه المجتمع السوري يكون بأحسن حال بعد هالجروح كلها اللي صابت. أكيد. يعني جورج، مثل ما تفضلت وحكيت أنه فعلا الشعب الحلبي، أهالي حلب بالتحديد، عندهم رقي وعندهم فعلا صفة كتير مميزة بتميزهم عن كتير من خلينا نقول من الناس. قديه فعلا أنه هني صمدوا خلال 7 سنين، هو ما أنا فترة كتير، ما أنا فترة قليلة أبدا. وحلب اللي هي مدينة الصناعة والثقافة والحضارة والفن وإلى آخره، دمرت بشكل كتير كبير. اليوم من خلال مسلسل روزانا، كيف قدرت فعلا تنقل هذا الشيء، أو حتى الكاتب يصور لنا الوضع الحقيقي بدون ما يكون المسلسل عبارة عن نشرة أخبار؟ يعني بدك تتعاملي يعني هلأ أنا أول شيء ليش اخترت حلب؟ نحن كلنا كسوريين من كل المحافظات نأزينا، أكيد بعضنا بالمال، بعضنا بالولد، بعضنا بالأهل. اخترت حلب لأنه أنا عطيتها، خليتها تصير كمثال لأهل سوريا كلهم، بالإضافة للشيء اللي قبل شوي كنت عم بذكره. بالنسبة لموضوع أنه عفواً، السؤال الثاني شو كان؟ بدي أعرف أنه كيف فعلاً قدرنا نجسد ونوثق كل شيء صار يمكن بحلب أو بالحرب بشكل عام بدون ما نقلب المسلسل لنشرة أخبار، يعني نمسك العصاية بالنص. ما فيك إذا عندك في فكرة، مهما كانت الفكرة عظيمة، إذا ما تقدمت بطريقة سلسة وقريبة للناس ولا ممكن توصل. دائما بعطي مثال، أنا مثلاً الدواء تبع الأطفال دائماً طعمته بتكون حلوة، ولكن هو بالنهاية دواء. بدك تقدمين للطفل وتغريه بطعمته الحلوة لحتى ياخده. الفكرة اللي يجب أن تكون سلسة وبعيدة عن المباشرة وعن الشعارات، لأنه ما رح يتقبل المشاهد. ومشاهدنا ذكي، مشاهد السوري بشكل خاص ومشاهد العربي بشكل عام، مشاهد ما نغبي أبدا، عنده نظرة، وعنده حتى نظرة أحيانا مو بس بروح العمل، أحيانا بتشوفي عنده نظرة صحيحة إخراجيا، إضاءة. مشاهدنا صار متطور أكثر بكثير عن التسعينات أو عن الثمانينات. ناقد ذكي، خلينا ناقد ذكي جدا. يعني أكبر دليل اللي عم بيصير حاليا بروزنا من آراء النسبة الكبيرة كانت اللي هلأ أنا عم تابعه، وطبعا كتير بهمني تابع إن كان سلبي أو إيجابي، النسبة الكبيرة عم تحكي عن العمل بشكل كتير إيجابي، بالمقابل في كمان نسبة عم تحكي بشكل كتير سلبي. يعني ما في ولا رأي لهلأ أنا شفته عم يحكي عن روزانا بشكل عادي إنه أوكي عمل جيد حلو، لا، هذا إنجاز بحد ذاته. تماما يعني يا أما بيعطوكي إنه العمل من أجمل الأعمال اللي شافوها، بتكون لامستهم من جوا، يا أما بتشوفي نقد كتير لازع وبعض الأحيان غير صحيح. ولكن وقت أنت تشوفي هالشق هاد، فالعمل الحمد لله عطى الشيء المقصود بالعمل بشكل خاص. يعني عادة لما نشوف أعمال خلال فترة الحرب، في كتير ناس بتنتقد هذا الشيء، أنه لسه بكير لنحكي عن شو صار، خلونا نستنى كمان كم سنة لنقول شو صار معنا. وفي ناس بالعكس بتقول إذا ما حكت الدراما شو عم بيصير هلأ، ما أنا واقعية أو ما أنا قريبة مننا. قدي كان في يمكن خلينا نقول شخصيات قريبة، هل في شخصيات حقيقية طبعاً، ولا هو كلياته من نسج خيالك ومن رؤيتك لشو صار بحلب وشو صار بسوريا بشكل عام؟ شوفي، روزانا ما كان نقل لقصة حقيقية وقعت بتفاصيلها. بالدراما ما فيك تعملي هيك، بالدراما بتتحول إلى وثائقي أنت إذا بدك تنقليها بحذافيرة، إلا بالسير الذاتية. تماما. ولكن روزانا نقل، يعني أنا وقت كتبت روزانا كانت ميسورة بالقسم الأول من العمل، عايشة ببيت جيد جدا نوعا ما، وهون جاني كتير انتقادات أنه كيف عايشين ببيت أجاره كتير غالي وبنفس الوقت ما معهم 1000 ليرة بالبيت. في كتير ناس من حلب، هون كتير مهم أنا أوضح، في كتير ناس من حلب ومن غير حلب، بس حلب أكتر شيء، لأنه وقت أجوا، في منهم أجوا على الشام، في منهم راحوا على اللاذقية عاشوا، حاولوا يجمعوا قدر الإمكان، هن ميسورين جدا، حاولوا يجمعوا قدر الإمكان من الكاش اللي معهم أو ذهب أو حتى سيارة، وطلعوا كم يوم. نحن أساسا الأزمة على أساس أنه شهر وشهرين، تتذكري أوائل الأزمة ما حدا كان مصدق، حتى أهل حلب وقت صارت عندهم ما كانوا مصدقين أن هي رح تمد كل هالقد ورح يصير فيها الخراب، فأخذوا اللي بيقدروا ياخدوه وهربوا على غير محافظة.
هاي العائلة اللي أنا عم بحكي فيها هربت على دمشق، إجوا على دمشق معهم مصاري. أنا بعرف عائلة واقع صارت عاشوا بفندق 5 نجوم أول فترة، أنه أسبوعين ثلاثة أو شهرين ثلاثة وبنرجع عبيتنا. فبيدفعوا، في منهم قعدوا ببيت أجاره جيد غالي يعني، دفعوا سنة أو سنتين لقدام لأنه هن كان معهم وعلى انتظار أنه اليوم بتخلص وبكرة بتخلص، مثل ما صار فينا كلنا كسوريين. صحيح. فبعض الملاحظات اللي اجت على العمل انه كيف عايشين بهيك بيت. هلا بالقسم الثاني اللي هلا بلش ينعرض بروزنا هن عاشوا ببيت على العظم. كمان بعرف عائله عاشت ببيت على العظم. صحيح. في يعني عائلات 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 بس هدول من صلب الواقع، وانت كواجبك ككاتبه دراميه معاصره عم تكتبي شيء درامي دراما معاصره، واجبك تنقلي شيء حقيقي مو شيء بس من نسج الخيال. نسج الخيال بتتركيه للشيء اللي انت رؤيتك ككاتب كيف تقدري تعالجي هالأمور، ولكن الوقائع ما فيك إلا ما تكون واقع بالفعل. كمان جورج بدنا نعرف من حضرتك، اليوم بشهر رمضان المبارك وكل سنة بنشوف في زخ كبير للأعمال الدرامية، بنشوف في سباق وماراثون بين جميع الأعمال، بتشوف هذا الشيء ممكن أنه يخدم العمل، يكون تحت مرأة كل المشاهدين يقدروا ينقدوا سواء بالسلب أو الإيجاب، أو بتشوف أنه هو فعلا ممكن يظلم العمل إن كان بوقته وإن كان بنسبة المشاهدة؟ الضغط على المشاهد اللي بيصير برمضان في مشاهدة الأعمال له سلبياته وله إيجابياته. إيجابياته أنه الزخم الرمضاني بالمسلسلات بيظهر الأعمال المميزة عن غيرها. السلبيات أنه ممكن يضيع حق عمل كان المفروض يشاهد بتمعن أكثر، ضاع حقه برمضان إذا كانت في أعمال نسبة الأعمال القوية موجودة بكثرة برمضان. فأنا ماني ضد الضغط على المشاهد، لا بالعكس، خلي الأعمال تبين الجيدة تبين والدون الوسط. قدي رضيان عن روزانا؟ رضيان من ناحية الرأي الشارع كله، من كان من رأي الشارع من كان من الانتقادات كله. ليكي روزانا عم يجيني عليه اتصالات من بلاد برا، من ناس حلبيين عم يبكوا. في شخص عمره 65 سنة اتصل فيني من أمريكا عم يبكي، قال لي أنت اللي كنت كأنك يا أستاذ جورج فاتح قلبي وعم تحكي بلسانه، قال لي أنصفتنا معنويا أنصفتنا. كتير حلو. وعم يجيني على الفيسبوك، عم يجيني تعليقات، بقرأ تعليقات السلبية قبل الإيجابية. الزخم الكبير والضغط على هالتعليقات عم يسعدني، حتى السلبي منه عم يسعدني. نشكر الله يعني قدرنا نحقق شيء أنا والصديق عارف الطويل، كمان أنا بدي وجه له تحية. إخراجيا أعجبت بإخراجه. أول تجربة كانت له هو بسوريا، هو له أعمال سابقة كتير، ولكن روزانا مثل ما أنا كتبته بي 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 مثل قطعة من روحي، هو لمست روحه النص، لمس روحه العارف واشتغل على هذا الأساس. وأي عمل فني أو غير فني صدقيني، أي عمل بتشتغلي بصدق وضمير رح يوصل لولي النعمة يلي هو المشاهد. أي عمل بالصدق بيشتغل، عارف اشتغل بصدق وبحرفية بدي حييه عليها، والنص انكتب بي 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 بصدق ومشاعر صادقة تجاه البلد. الممثلين ما بدي عدد أي اسم، ولكن الكل أدى الحمد لله بطريقة كتير أنا بالنسبة إلي يعني بشكرنا عليها. طيب روزانا مين هي؟ كان في شخصية رح تكون باسم روزانا وتحول بعدين المسلسل كله مرة سألت هذا السؤال. لا، هي روزانا قصة السفينة يلي كلنا بنعرفها، يلي هي بترمز، وحتى سألت ليش تسمى العمل روزانا. روزانا هي قصة سفينة، سفينة تركية من تقريبا 100 سنة أكثر شوي، حتى بدها تجيب بضائع على لبنان بأسعار رخيصة وجودة بضاعة جيدة. قامت دخلت البضاعة بهي الأسعار الرخيصة واشتروها إخواتنا بلبنان، فكسدت البضاعة اللبنانية، الخضروات والفواكه تحديدا كانت. أهالي حلب وتجار حلب ما هان عليهم هذا الشيء، قاموا اشتروا كل البضائع من إخوتهم بلبنان، حتى في بعضهم كان كاسد، في بعضهم كان غير جيد يعني، اشتروهم كلهم لحتى ما ينكسر الاقتصاد اللبناني. فهون انشهرت قصة سفينة روزانا
يلي بترمز لكرم أهل حلب وشهامة أهل حلب. فأنا حبيت ذكر العالم بأنه ذكر العالم بروزنا فلسفيا، أنه لحتى ذكر العالم مين هنن أهل حلب. عنوان العمل هو روزنا فقط لتذكير العالم بشهامة أهل حلب وليس رد لأي شيء آخر. بالنسبة للشخصية اللي كانت مسمات روزنا، تماما أنا ببداية كتابتي للحلقات الأولى كانت أحد الشخصيات بدون ما أذكر الاسم مع أنه كلنا عرفنا مين، كان اسمه روزنا وتغير الاسم. تغير الاسم بعد ما خضت تقريبا بالعشرين حلقة بروزنا، لقيت أنه رسالة العمل أكبر من تسمية شخص أي شخصية معينة. كانت رسالة، فأنا لقيت أنه لا، الأجدى أنه يضل الاسم روزنا ويتتغير اسم الشخصية. اليوم جورج كل واحد مننا تأثر بهي الحرب، كل واحد مننا نوجع بطريقة مختلفة عن الثاني، كل واحد عنده آمال، كلياتها يمكن عم بتصب بمطرح واحد انه نحن نرجع نعيش ونكمل، بالعكس نكون احسن بكتير من قبل. لكن الدراما احيانا في كتير قسم منها من المسلسلات مثل روزنا والمعاناة وإلى آخره، لكن بالناحية الثانية شفنا قسم كبير من المسلسلات كان بعيد شوي عن الحرب السورية وبعيد شوي عن واقع الناس، ورجعوا يمكن للدراما المشتركة لحتى تحكي قصة ما. أدى بتشوف هاي حالة صحية ممكن يحبها المشاهد يتعلق فيها يرتاح شوي فيها؟ أي صناعة تحتاج لربح، ولكن صناعة الفن ليست ربح فقط، هي وليست للتسلية. الفن ليس فقط للتسلية. بعض الأعمال المشتركة البعيدة عن خلينا نقول عن الأزمة بتحمل رسائل اجتماعية ممكن، ولكن بعض الأعمال الأخرى رايحة اتجاه الربح فقط لا غير، وهذا أنا أكيد ماني معه. برجع بقول أنا الدراما والمسلسلات ليست فقط للتسلية وليست فقط للتشويق، يجب على كل عمل يحمل عبرة معينة، رسالة معينة توجهيها لشريحة كبيرة من الناس، توعوية تكون مو فقط للتسلية للدراما. أنا مع أنه يكون في أعمال عربية، حتى أنا مع أنه يكون في رواية تنقلب وتنعمل عمل درامي مسلسل، ولكن تنعمل بطريقة صح، ما يكون الهدف بصناعة الفن فقط ربحي، هون بيفقد قيمته. فببعض الأحيان أو ببعض الزوايا أنا مع الأعمال المشتركة إذا كانت بتحمل رسالة ما، وأنا ماني مع إذا كانت فقط للربح وللريتينج وللمواضيع. أكيد. كمان جورج يعني هلأ خلال هاي السنوات الماضية اللي مرت صرنا عم نشوف انتشار الدراما المشتركة بشكل كتير كبير، في بعض الكتاب وحتى بعض الفنانين والمخرجين عم بيشوفوا فيها طبخة ناجحة لكل الدول العربية، والبعض عم بيقول لا هي أثرت على الدراما السورية بشكل كتير كبير، مع العلم أنه العنصر اللي عم يجذب فيها أو يلفت النظر بيكون غالبا بطل سوري أو بطلة سورية. مزبوط. شو رأيك ما هي أنت قلتي هي عم بيشوفوها تجارة رابحة لكل الدول العربية. طيب أنه أنت بتقدر تسوقها مو بس لسوريا، لكل بلدان تماماً العربية. تماماً. كلمة رابحة لكل الدول العربية أو موزعة لكل الدول العربية يعني رابحة ماديا تحديدا. طيب أنا بدي أسألك سؤال، خلينا نعتبر ما في عنا، ما صار الشيء اللي صار بال 2011 ونحن ما لنا عايشين بحرب مسيئة لكل الطبقات. إذا عمل عمل سوري كالأعمال اللي إذا بدنا نقعد نذكرها، الأعمال ما قبل الأزمة أعمال كتير عظيمة، إذا عمل ما رح كان يتسوق وينجح للقنوات العربية وللدول العربية؟ هو فعليا كان عم يتسوق وكان عم ينجح، كان واصل، يعني كان واصل فترة التسعينات للألفين كان أغلب المسلسلات اللي عم تعرض على الشاشات هي سورية. تماما. وفي أعمال سورية ما قبل الأزمة كانت ينحط شاشات بالمغرب العربي، ينحط شاشات بالطرقات ويحضروها، وهي أعمال سورية بحتة. طيب يلي صار مو هي إنه الدراما المشتركة المرغوبة لدى العرب، الريحة السورية هي اللي مرغوبة لدى العرب. الدراما السورية ما ضعيفة، نحن هلأ كلنا مجروحين وكلنا محاربين، ولكن لمجرد وجود عنصر مهم بأي دراما مشتركة، عنصر مهم يعني يا أما بطولة يا أما إخراج يا أما حتى نص، لمجرد وجوده هذا اعتراف أنه نحن لساتنا بالأول
ولكن الظروف اللي هلا نحن فيها اللي هي اكيد رايحه وبدها تخلص هي اللي منعتنا انه نحن ما لنا شيء سيء يعني كمان تماما. نحن كمان ما بدنا نقول انه هي شيء سيء، بالعكس نحن كنا عم نشوف اعمال مشتركه بالسينما نجحت زمان وتركت بصمتها، نجوم كبار سوريين شاركوا باعمال سينمائيه عربيه كان لهم التجربه، هي ما لنا سيئه تماماً. ولكن هل هي عم بتضر الدراما السوريه؟ عم ينضر الممثل السوري اللي لسه بده يشق طريقه. الضوء دائما على الصف النجم. الاول على الصف الاول، ان كان نجم تمثيل او اخراج او حتى نص. اللي عم ينضر هن اللي لسه هلا بدهم يفكروا او عم يجتهدوا ليشقوا طريقهم. الاعمال المشتركه للاسف ما لهم مكان فيها، فلا هي عم تضر، هي ما عم تفيد، هي عم تضر، حتى عم تضر على انه هي واجب لاي دراما ان تعكس المجتمع اللي عم تكتب عليه. يوم اللي نحن بنحكي على دراما مشتركة فهي ما عم تعكس شيء، ما عم تعكس شيء بخصنا نحن كسوريين. وواجب للدراما مو بس إنساني ووجداني، حتى سياحي واجب صحيح. للدراما سياحي صحيح. فهي كمان عم تضر. ويننا نحن؟ نحن مو بس نجم صف أول أو مخرج صف أول، لا نحن السوريين نحن هي ما عم تخدم غير البلد اللي تصورت فيه. تماما تماما، ما عم تخدم غير البلد اللي عم تتصور فيه، وهذا ما أنا مفيد للدراما، هذا مفيد للنجم صف الأول صحيح. فقط نعم. طيب جورج، اليوم بدي أحكي معك وأسألك أنه بعيدا أنه كاتب نص روزانا، بعيدا عن هذا الشيء، بدي أعرف شو النص اللي لفتك من بين هاي النصوص كلياتها، شو المسلسل اللي خلاك فعلا تقعد وتتابعه كل يوم؟ هلا انا بعيد عن اني كاتب، انا اولا واخيرا مشاهد اكيد. انا قليل لاحضر مسلسل، وانا صدقا لولا انه روزانا انا اللي كاتبه يعني يمكن ما احضره هلا، يمكن بحضره بعد رمضان. فحاليا انا لسه ما عم بحضر شيء. عم يجيني تهنئه من زملاء لي مخرجين وكتاب، انا عم بخجل هالنقون لانه لسه ما حضرت اعمالهم. فانا بنطر دائما لبعد رمضان، بركز أكثر على العمل، ما بحضر حلقة وبنطر لتاني يوم، لا بحضر 4-5-10 أحيانا حلقات وبتعلم، بتعلم من الشيء الصح اللي عم شوفه ومن الشيء الخاطئ اللي عم شوفه. حتى بروزانا أنا بتعلم، وأنا لاحظت بروزانا في بعض الأشياء بالنص كان المفروض تنعمل بطريقة أخرى، حتى إخراجيا كمان. أنا يعني حتى الممثل وقت يؤدي دوره بحب يشوف أخطاؤه قبل حسناته، قبل نقاط القوة عنده. فأنا حاليا ما عم بحضر شيء غير روزانا. بتفكر تعمل جزء تاني منها باعتبار الحدوتة هي اجتماعية واقعية فينا نقول بشكل كتير كبير، تفكر أنك تعمل جزء تاني ممكن يكون وما يكون عرضه برمضان، يكون عرضه خارج رمضان لياخد كمان فرصة تانية من المشاهدة؟ موضوع العرض داخل رمضان أو خارج رمضان مو الكاتب أو المخرج للأسف بيحددها الجهة الإنتاجية. بالنسبة لجزء تاني من روزانا، نهاية روزانا أكيد ما رح أحكي عنها شو رح يصير، هي مفاجأة كبيرة، ولكن هي مفتوحة. في إمكانية لعمل جزء تاني، لهلأ ما في تفكير بهذا الموضوع، ولكن قابل أنه ينعمل منه جزء تاني باعتبار نهاية مفتوحة. باعتبار النهاية مفتوحة، لأنه الرسائل لسه ما بتخلص. وروزانا فيني أنا استغل نقطة أنه هو اجتماعي بحت وإنساني بحت، وفي عنا كمية هائلة من المواضيع اللي ممكن تنطرح بروزانا. ففي إمكانية، في إمكانية، ولكن لسه ما مبت بالموضوع، لا بالنسبة إلي أنا ككاتب ورؤيتي، ولا بالنسبة للجهة المؤسسة العامة. أكيد. يعني جورج، كنا عم نحكي قبل شوي عن الأعمال المشتركة، وأيضا بدنا نحكي عن الرواية اللي عم تتمثل اليوم، اللي يمكن كل سنة خلص تعودنا في رواية أو في فيلم بنعمل منه هو مسلسل على مدى 30 حلقة. شوف هذا الشيء هو فعلا بسبب وجود أزمة بالنص، الكتاب يمكن شوي غايبين عن الساحة وما في نص جيد للعمل، أو شو السبب؟ شوفي، في عدة أسباب. الكاتب بسوريا، ما رح أقول لك ضايع حقه المعنوي أو المادي بشكل كلي، ولكن ضايع حقه المعنوي والمادي بشكل جزئي. الكتابة حساسة كتير، بحيث أنه أي حدا بيقدر يخطر له أنه يكتب بيكتب، ولكن مو أي حدا بيقدر يعالج أي فكرة بتخطر له أو تقديمها بشكل لائق. نحن عنا أزمة نصوص، عنا أزمة نصوص كتير كبيرة، رغم أنه عنا أعداد هائلة من الكتاب، ولكن
مو كلهم مؤهلين لأنه ينشافوا أعمالهم. الرواية إذا انقلبت لنص تلفزيوني أنا كتير مع تنقلب الرواية، كتير مع إنعاشها من أول وجديد حتى لو كان عمرها سنين طويلة، ولكن تنشغل بطريقة صح. يحترم الروائي اللي كتبه وتحترم أفكاره عند طرحها للتلفزيون، ويكون في إذا كان على قيد الحياة الروائي اللي كتب الرواية يكون في تنسيق تام مع الكاتب. بالنسبة للنص التلفزيوني كمان لازم يكون في تنسيق تام مع الكاتب من ناحية المخرج، يعني دائما ما في عقل مشابه مطابق للعقل الآخر. طيب أي عمل فني هو عبارة عن مزيج من عقل الكاتب مع عقل المخرج، رؤية الكاتب مع رؤية المخرج، وأكيد في بعض الزوايا ما رح يكونوا متطابقين فيها. هون لازم يكون دائما ضل في المتابعة مع الاثنين بين الكاتب والمخرج. طبعا هي كانت موجودة بشكل شبه كلي مع الأستاذ عارف الطويل. أنا كتير مع، لأنه ممكن المخرج يشوف شيء مختلف وأجمل عن اللي شافه الكاتب، لو بالنهاية الكاتب معرض لأنه يخطئ، والعكس صحيح، ممكن الكاتب يشوف شيء ما يشوفه المخرج تماما، ما يكون شايفه المخرج. بالنهاية أي نجاح هو نجاح الفريق كامل. أكيد أكيد، يعني دايما بنقول أنه الفن بشكل عام أو الدراما حتى السينما هي وثيقة للناس لبعدين لحتى يرجعوا تماما يشوفوا حكايانا وقصصنا ويتفاعلوا معه. في يمكن مسلسلات لهلأ عايشة بذاكرتنا تماما. نتمنى تكون معنا بحلقة تانية ونحكي عن مسلسلات مر عليها الوقت وظلت عايشة بذاكرتنا، ويمكن يكون روزانا منا. شكرا كثير لوجودك. أتشرف. شكرا لكم، يسعد صباحك. بدي أشكرك جورج وهنيك كمان على روزانا، وبتمنى تكون يعني نقد يفيدك، يكون نقد بناء من كل الناس اللي عم بتشوفه. بتمنى نهنيك كمان بعد رمضان بالنجاح الكبير لروزانا. شكرا لك. شكرا لك. الله يسلمك. أما هلأ